في يوم 29 من هذا الشهر بادر الاتحاد العالمي إلى تسمية هذا اليوم اليوم العالمي للقلب. ليش؟ لما للقلب أهمية في حياتنا، ولذلك نحرص دائما وأبدا على معرفة الأسباب التي تساعد هذا القلب، هذه المضخة، على البقاء بحالة سليمة. نعم، وطبعا في أسباب كثيرة بس ممكن تؤدي إلى أن يكون القلب تعبان، منها التدخين وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الدهون والبدانة. ومعنا طبعا الدكتور طارق الأيناتي، استشاري جراحة القلب مستشفى الأمراض الصدرية، علشان نناقش معاه الموضوع هذا أكثر. صباح الله بالخير دكتور. صباح النور، يا أهلا فيكم. نتكلم في البداية على الموضوع اليوم العالمي، تخصيص يوم 29 من كل سنة لهذا اليوم، لما له أهمية لهذا الموضوع؟ يعني أكيد موضوع القلب وموضوع أمراض القلب لها بعد ونسبة كبيرة على مستوى العالم، وتؤدي إلى وفيات بشكل كبير، هو الأكبر على مستوى العالم. فلذلك يعني تم تخصيص يوم توعوي شامل، وهذا على مستوى العالم، يعني الـ WHO وغيرها من المؤسسات الدولية حتى تقوم بتوعية الأشخاص وتوعية المجتمعات والمؤسسات لتخفيض الإصابة بأمراض، لتخفيض الإصابة في مثل هذه الأمراض. طيب دكتور طارق، شنو أكثر الأمراض شيوعاً الخاصة بالقلب بالكويت؟ خلينا نقول هي الكويت وكل العالم، تي الشرايين التاجية هي الأكثر الأمراض شيوعا. أمراض الشرايين التاجية يعني تضيق الشرايين، انسداد الشرايين، وما يصاحبه من يعني جلطات في القلب وحالات وفاة سريعة. ما هي الأسباب الرئيسية حق المرض هذا؟ يعني في عدة عوامل خطورة يسمونها ريسك فاكتورز، هي تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والشرايين. يأتي على رأسها التدخين مثل ما ذكرت أنت في البداية. يعني نسبة التدخين في الكويت خلينا نقول على الأقل 35%، يعني أكثر من ثلث الشعب مدخن. والمشكلة أن هذه العادة اللي جدا سيئة قاعد تنتشر بين الأطفال والمراهقين بشكل كبير جدا. جميل. وهذا مؤشر خطر، لأن كل ما تعرض الإنسان لأسباب أمراض القلب في سن مبكر، يعني راح يوصل، كل ما كان عرضة حق يوصل للمرض وأعراض المرض بسن مبكر. كذلك لذلك يعني خلينا نتكلم عن قبل 50 سنة، كان اللي يصابون بأمراض القلب اللي هو أعمارهم بالثمانينات والتسعينيات والسبعينات وكذا، لكن اليوم قاعد نشوفهم بالثلاثينيات. هذا لأن أسباب مرض القلب قاعد تزيد تتفاقم. فإحنا لما نتكلم عن التدخين، أكثر من ثلث المجتمع الكويتي مدخن، هذا شيء مخيف. يعني أنا على أول السنة الدراسية لما وديت ولدي وهو في الابتدائي وديت المدرسة، رجعت أخذته، هذا قبل لا يأخذون الباصات، يعني رجعت أخذته ولا في شباب يعني ممكن 11 سنة 12 سنة من خشين يدخنون، يعني في الميدل سكول في المتوسط يعني قاعد يدخنون، يعني 11 سنة شيء غريب، يعني شيء مخيف. هذا بجانب طبعا أهم، يعني في انتشار للجنك فود أو الأكل الغير الصحي، هذا شيء ثاني راح أذكر الحين. لكن يعني موضوع مثل موضوع التدخين ما أخذ حقه من العناية على مستوى الدولة وعلى مستوى المجتمع ومستوى الأفراد. ناهيك عن عضلة القلب، يعني هذا العضو من بداية الحياة، من أول نبضة قلب حتى يعني سنوات مثلا طويلة، وهذه العضلة شغالة بشكل ديلي يومي، هذه ما توقف. إيه يعني يمكن في أعضاء ثانية يمكن شوية توقف ترتاح وترد يعني تشتغل. يعني كلمتك حلوة، لأن عضو بهذه الأهمية ما يعطى أهمية من الفرد ومن المجتمع ومن الدولة على قدر أهميته. يعني أنا أستغرب، يعني لما نتكلم عن السمنة، إحنا عندنا نسبة سمنة رهيبة بين النساء بالكويت، ما لا يقل عن 50% نسبة السمنة. سمنة هذا غير الأوفر ويت اللي هما وزنهم زائد، والسمنة تسحب معاها الضغط والسكر
وكل الأعراض الأخرى أو العوامل الأخرى اللي تؤدي إلى مشكلة يعني تجلط الشرايين، تخلب الشرايين وأمراض القلب والوفاة. يعني أعطيكم بس فكرة عن مستوى خطورة هذا الموضوع على مستوى الكويت. لا يقل عن 41% من الوفيات سنويا بالكويت، لا يقل عن 41% بسبب أمراض القلب. يعني نسبة كبيرة بصراحة، يعني نص المجتمع، نص الوفيات بسبب أمراض القلب. طيب قارنها مثلا بدول مثل بريطانيا أو أمريكا، ترى 25% من الوفيات بسبب أمراض القلب. يعني إحنا تقريبا 50%. والأرقام اللي عندي شوي قديمة، يعني أنا متأكد الحين إحنا زدنا، إحنا لا زدنا إيه يعني على رغم التكنولوجيا والوعي يفترض أن يكون موجود. طيب دكتور شنو أهم النصائح اللي تعطيها حق المريض بالقلب على أساس أنه ممكن يعيش حياته بصورة طبيعية؟ يعني إحنا نتكلم عن الهيلثي لايف ستايل اللي هو طريقة نمط الحياة الصحي. نتكلم عن الناس اللي عندهم أمراض لها علاقة بالقلب مثل السكر ومرض الضغط، وناس عندهم ممارسات خاطئة مثل السمنة وكثرة الأكل والتدخين وقلة الحركة والكسل. طيب هذه كلها أمور ممكن التعامل معها. يعني لا تأكل وايد، امشي. يعني المشي، لما نتكلم عن رياضة المشي، هذه الرياضة يعني تقريبا 99% من أي مجتمع قادرين على ممارستها. أنا قاعد أقول روح جيم ولا العب جمباز ولا العب ألعاب قتالية، يعني هذه لا تتوفر للكثير، لكن المشي هذا متوفر للجميع. 20 إلى 30 دقيقة بشكل يومي لايف ستايل. 30 دقيقة يوميا من المشي دقيق. هذا أكيد. يعني هذه تحرق سعرات حرارية، طيب تنزل الوزن. طيب وتنزيل الوزن حينزل معه الضغط والسكر، وهذا موضوع ثاني. يعني كذلك أنا أنصح اللي عندهم أمراض السكر والضغط إن يراجعون بشكل يعني جاد، يحلون المشاكل، لأن هذه لها حلول، لها أدوية. جميل. فكل هذه الأمور ممكن السيطرة عليها والتغلب عليها أو إنهائها مثل موضوع التدخين. سمعنا دائما عن أن جراحة القلب دائما في تطور. في يوم من الأيام أحد الأصدقاء فتحوا له القفص الصدري علشان يدخلون حق القلب، يقولون الحين عمليات القلب أصبحت أكثر تطورا، فبالتالي أصبحنا لا نفتح القفص الصدري وتدخل ما يسمى بطريقة المنظار وغيرها. هل وصلنا إلى هذه المرحلة هنا في الكويت عندنا؟ صحيح، هذه التقنية أنا دخلتها تقريبا مع بداية 2016 ولله الحمد بنجاح. نعم. ونجاح يعني وصلني إلى أن الآن أحضر لإعطاء محاضرات في دول مختلفة في هذا المجال. يعني لهذا المستوى وصلنا ولله الحمد في هذه التقنيات. طبعا عملية القلب المفتوح تقريبا ما عادت مفتوحة مثل الأول. وهذا يعني ينطبق على مختلف أنواع الجراحات. كل ما نصغر التدخل الجراحي يسمى مينيمال اكسس، تدخل محدود. فمثلا انا حاليا اليوم اشتغل اكثر العمليات من بين الضلوع بالمنظار، فادش فتحات مصغره. طيب هذه لها يعني صفات او يعني ادفانتجز جماليه، الم، قله خاصه المزيد. ان شكل الخياط ما يكون يضايق بعدين، يعني أكيد. شكله بالاضافه الى الالم اللي موجود في هذا الالم وسرعه الحركه وسرعه الاستشفاء. يعني اليوم المريض، في عندي بعض المرضى يرجعون الجيم للتدريب بعد اسبوعين او ثلاث اسابيع من العمليه. شيء ممتاز. انا عندي سؤال يعني يهمني انا شخصيا. يعني احنا نسوي تشيك اب عادة على أمور كثيرة، شنو نوع التشيك اب اللي ممكن نسويه تحديدا علشان يكون في وقاية من أمراض القلب أو للتعرف على صحة القلب؟ نعم. يعني آدم من أيام. يعني هو ما في تشيك اب بمعنى شيء روتيني ممكن ينعمل عشان تتأكد أن أنت ما عندك مشاكل أمراض القلب، لكن اللي معاه سكر وضغط وكذا هذا يعرف شلون يسوي تشيك اب ويتاكد ان الامور. يعني تخطيط القلب اللي مرات يسووه لنا، يعني هو يعطي بعض الانطباع لكن لا يعني كل شيء. يعطي مؤشرات ولكن ليس يعطي مؤشرات. أيه. يعني مش دقيقه. اللي يعيش لايف ستايل حياه صحيه
في الغالب ما راح يحتاج الى تشيك ابس او يعني فحوصات تفصيليه للقلب. نعم. اذا بدا الانسان يشعر بحاجات غريبه مثل الم اثناء الاجهاد، ضيق بالنفس اثناء الاجهاد، نبدا عاد احنا يعني نتدرج معاه بالفحوصات لحد ما نصل الى الكويتيين عندهم كلمه يقول لك رقعت قلبي، حسيت بشيء غير، يعني كلمه هذه رقعت القلب شلون يشعر الانسان بان دقات قلبه اختلفت؟ يعني كلنا تينا بفترات خاصه مع الارهاق، مع الانزعاج او النرفزه او التوتر، يصير معنا رقعه بالقلب. نعم. هذه عاديه دكتور؟ مرضية. اي مو مرضيه. يعني اكثر اللي يقول لك انا معي رقعه بالقلب ليست مرضيه. لكن احنا في تفصيل بموضوع رقعه القلب. يعني منتظمه وغير منتظمه، معها دوخه ومعها دوخه، لها علاقه بال يعني بالحركه والتعب والاجهاد ولا لا. نعم. الى اخره، وننظر لوضع المريض او الشخص بشكل عام، نشوف ايش عنده من امراض، ايش عنده من عوامل خطوره لامراض القلب، حتى نحدد بعدين وين نتجه. نعم. دكتور يا ريت لو تقول لنا شنو مشاريعك المستقبليه؟ مشاريع المستقبلية أنا أو آخر الدراسات اللي وصلت لها في هذا الموضوع، خاصة أنت بعد ما دخلت في موضوع المنظار في القلب وصرت ما شاء الله الدكتور طارق تدرس الناس ودرب يعني بمستشفيات عالمية في هذا الموضوع، أنه الكويت أصبحت سباقة وترتقي إلى هذا المستوى. صحيح. في القادم من أيام إن شاء الله شنو لدينا؟ والله أنا يعني أتجه يعني إلى أعمال دولية. يعني الفترة المقبلة هذه وأولها الشهر الجاي أنا راح ألقي محاضرات في مدينة فيينا في النمسا وفي بودابست في هنغري، وأرأس اجتماعات في مؤتمرات دولية. شيء جميل نفخر فيه. والحمد لله، ويعني ألقي مجموعة محاضرات في جراحات دقيقة ويعني ونادرة على مستوى العالم. نعم. وهي كلها في موضوع المينيمال اكسس سيرجري، اللي هو التدخل الجراحي المحدود واستخدام المنظار، لان هذا هو مستقبل جراحة القلب وغيره من الجراحات. جميل. العالم شيء نفخر فيه والله دكتور. الله يوفقك ان شاء الله اجمعين. جزيل الشكر.